عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين لو انت وياي الليلة العيد بعيدين دينية واجتماعية متوارثة من جيل لجيل. في بعض القرى والمدن بتكون نقدية وفي بعضها الآخر بتكون عينية. تعالوا نتعرف على عادات الناس في معايدتهم لعائلاتهم. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير حبيبي. تتعيدي بالعيد ولا لا؟ أكيد من الحبايب. مين بعيدك أكثر شيء؟ جوزي واخوتي. الله يخلي لك اياهم. تسلمي حبيبي. ايش بعيدوكي، نقدي ولا عيني؟ لا نقدي. كل عام انت بخير. وانت بخير. هلا مين بعيدك بالعاده؟ اجمالا يعني ابوي اخوتي بس هيك. بعيدوكي عيديه نقديه ولا بجيبوا لك هدايا؟ لا نقديه اغلبها بتكون. ايه ابوي اخوتي ولاد عمي والعيله. شو بتكون طبيعة العيدية، نقدية ولا هدية؟ الصراحة هيك وهيك يعني نقدية وعيدية. ايش بجيبوا هدايا معهم؟ حلويات مثل هيك يعني. اسلوب حلو ان الناس يفقدوا بعض في العيد وتعايدوا وتبادلوا الهدايا ايش بتعني لك؟ بتعني لي شو من ناحية مادية ما بتعني إشي، بس من ناحية معنوية خلص الواحد بنبسط وإشي عيد وجو عيد وعيدية. إيش بتشتري بالعادة بالعيدية؟ بطلع رمان الله بشتري اللي بدي إياه، أواعي أشياء حسب. بطلع مثلا مع صحباتي هيك 10 20 15. يعني قديش بتحوشي تقريبا؟ مرات 120 مرات 200. وشو بتعملي فيهم؟ بعدين يا امي وامي بتروح تشتري لي بلوزه بنطلون. بتشوف هاي العاده انها مرهقه ماديا للناس ولا لا؟ هذه صبر هيك صبر يعني خلص لازم الرحم هذا يتعيد كله. صبر يعني عاده الناس. عاده الناس ممكن تبقى مرهقه للناس يعني اوضاعهم الاقتصاديه يعني مش كثير صعبه، وممكن تبقى يعني عادي حلوه ومنيحه يعني لناس كادر يعني. مرهقة أو مش مرهقة ما حدا بمرتشي. نفرض ما كانش في مصاري، فرض ما كانش في مصاري شو بدأ الواحد يسوي؟ إنه ما يحضرش ما يروحش على الناس يعيد. مين بعيدك بالعيد؟ والله أولادي. الله يخلي لك إياهم. سلمك. طيب بعيدك عيدية نقدية ولا عيد؟ نقدية الحمد لله. عادي ممتازة ممتازة، زيارة الولاية وهذا واجب وشرع وربنا كتبه علينا ونحفظوا عليها. مرهقة مرهقة للغاية. شو يعني في ناس بيشتغلوا في ناس ما حمس بس مجبرين لو بدها يعني بدهم يروحوا يعيدوا. تتعيد بالعيد يا شادي؟ لا أنا بعيد. مين بتعيد؟ بعيد عماتي وأمي وستي وسيدي. ما حدا بعيدك؟ لا صرت كبير خالص. مين الأقارب مثلاً اللي بتعيدهم؟ أقارب درجة أولى، الأخت، الأم، العمة، الخالة. طب وبرأيك مرهقة مادياً هاي العادة ولا لا؟ تعودنا على هذا الإشي من زمان، يعني شو بدنا نعمل؟ إيش بجيبوا لكم بالعيد بالعادة؟ بنت بجيبوا لي إيش محتاجة إلي يعني البيت، بجيبوا لي أولادي كل شيء يعني المسألة بحطوا في الظروف وبيعطوني إياهم. مين اللي بعيدك بالعادة؟ اخوتي وبنات وولادي. الله يخلي لك اياهم. ابوي وامي وسيدي وستي وخالاتي وعمامي وعماتي. ايش بعيدوكي مصاري ولا بجيبوا لك لعاب وحاجات؟ لا بعيدوني مصاري وانا بشتري. صارت رمان حمرت من دمي فاير يا نور العين.
الجولة بمدينة رام الله اللي سمعنا فيها من الناس عن العيدية عادة متأصلة في مجتمعنا الفلسطيني. يبقى أنه نحكي لكم كل عام وأنتم بألف خير وينعاد عليكم وعلى عائلاتكم بألف صحة وسلامة. لتلفزيون وطن وفاء عروري.